يا لهوي يا لهوي، الحقي طاووس ماشي في الساغه. انا مش شاريشها على حس جواز ابني. ما تعرفش انها بني ادم من تراب. طب ما تيجي نفكرها كده هذا بالتراب تاني. يا شمس لكي وحشه، يا شمس يا حلق. حماتي ازيك يا حماتي؟ مش كان الاصول برضه قبل ما يقنيكي سيد رجاله الساغه ابني عبد الله تيجي يختب رجليك اللي لسه عليها نقش الحنه دي، تخطي عتبه بيتي وتوطي تحبي على ايدي. ووطي على ايدك ليه؟ كسر عيني. يا اختي نسوان بتنسى ولا ايه؟ مش ده برضه سلو النسوان اللي في سننا لما يتجوزوا؟ ولا كمان القطر فاتك من زمان نسيتي اصول الجواز يا ام علي؟ او قطر الجواز بقى ما وقفش قصاد حد في الدنيا قد ما وقف قصادي. بس انا بقى اللي ما بحبش اركب غير بمزاجي، عشان لما اركب ادلدل رجلي، عشان ما بقاش زي ناس حبايبنا اترموا في الاخر في الشارع. الله يجازيك يا شيمي يا رضوان، سيبت علينا عقربة عمالة ترمي سمها على الكل. مش هرد عليكي. عارفة ليه؟ لأنك خلاص بقيتي في مقام أمي بالظبط. يا أختي يا حلوة. طب ما دام أنتِ بقى شايفاني في مقام أمك، أنا هعمل اللي ما عملتهوش المرحومة وهكمل ربايتك الناقصة. ايدك معايا يا ام حاسه. ايوه يا اختي في الشارع. يا اختي انت رجعت تفتح المحل بتاعك تاني ولا ايه؟ ما هي الدنيا مش على جنب واحد يا خلود. انا رايي ايه اللي حصل مع الشمس ده؟ الناس كلها بتتكلم. مات حريم، امي تعرف تاخد حقها تالت ومتلت من اي حد. المهم انا عايزك في حوار كده، مصلحة حلوة وفيها فلوس حلوة ليك. ايه؟ ناوي تقول على كل حاجة بعد ما السر اتفضح ومبقالوش ثمن؟ ايه يا ابني؟ وانت عارف اصلا انا جاي اقول لك ايه؟ ده انت هتتفاجئ. انت جاي تقول ان احنا اخوات وان الشيمة الله يرحمه يبقى ابويا. ايوه. انت عرفت من ايه؟ عرفت منك انت مش من حد غريب. سرك ده خلاص بقى ببلاش بعد ما فريدة عرفت ان انت ورا التسقيط اللي حصل لها. وشمس بقتش ماسك عليك اي حاجه، وعندك حوارات الدنيا كلها مع مالك بعد ما عرفت ان ابوك كتب لها كل الورث باسمها. فانت جاي بقى بعد القصص دي كلها تبيع لي السر ده لما يسواش نص جنيه. انت عرفت كل الحاجات دي منين؟ انا رحت للمحامي بتاع الشيم ولغيته في كل حاجه انا عرفتها، وقال انها لو دخل على ورث فبلح الورث كله مكتوب باسم مالك، والحاور الثاني على اللي حصل بينك وبين فريد. بس ما تقلقش انا تمام عادي. ايوه يعني ايه؟ يعني أنا طول عمري شايفك واطي، عشان كده ما كنتش بقبلك. بس لو هتبقى واطي وأخويا هاخدك على عيبك. تمام. برافو، جيت برجلك لحد هنا، شاطر. نفس الدخل اللي دخلتيه عليا وقلت لي ننهي الحرب، فاكرة ولا ناسي؟ لا لا لا، الكلام ده قبل ما تقتل بابا. اللي ما بيني وبينك دلوقتي حرب والناس كلها عارفة كده. أنا اتضرب عليا نار مرتين في الساغة يا مال، مرة منك ومرة من أبوك الله يرحمه، وبقولها لك تاني مش أنا اللي عملتها. لا، وقت الإنكار خلاص عدى. أنا أبويا مات ومش باقي على حاجة في الدنيا دي، وعايش عشان هدف واحد بس، عارف هو إيه؟ إني أخلص عليك. اللي بتعمليه ده يا مالك مش هيعدي على خير. أنا جاي لك دلوقتي عشان خاطر العيش والملح، وعشان خاطر كل اللي كان بيننا وأنت عارفاه كويس. أنت مالكيش دعوة بالناس اللي أنا جاي أخد حقي منهم، بس أول ما بلاقي حق عندك أنا مش هسمي عليكي.